وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس وزراء حاكم إمارة دبي، وذلك بمناسبة نجاح دولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، ضمنها سمو رئيس الوزراء خالص تهانيه لسموه بهذا الإنجاز الحضاري والعلمي المتقدم الذي حققته الإمارات الشقيقة بسواعد أبنائها، ومشيدا سموه بالدور الرائد لدولة الإمارات في ربط المعرفة البشرية وتقدمها على كافة المستويات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمتعه بوفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لدولة الإمارات ولشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والرقي.